قوله عز وجل وما أنا من المشركين، فيه من الفوائد وجوب مجانبة الشرك وأهله، ولذا قال وما أنا من المشركين، بمعنى أني لا أجتمع بهم ولا أوافقهم ولا أسير على طريقتهم، ففيه وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لدلالة هذه الآية، إذ قال وما أنا من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين.